صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 925 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. ودلوقتي زي ما قلنا المرة اللي فاتت هفتح الكلاس تولز، وعاوز ادعم حاجة معينة للاداة او للميثود اللي اسمها هي راحت فين، input box اهي، عايزها تاخد مني وسيط بدل ما اعملها تاني، يعني بدل ما اخدها overload تاني، لا انا ممكن اجي هنا ابعت وسيط وهعمل اللي انا عاوز. الوسيط ده بيقول ايه؟ هخليه بعد التكست لان الباسورد بعيده شويه، خلاص، فانا هخليه بعد ايه؟ بعد التكست. هاجي اقول له هنا string، تمام، هل ده رقم number string ايه؟ ثواني، لا بول string ايه؟ بول يا باشا، بول. هسميه number only، هسميه ايه؟ number only. والنمبر only ده ماله؟ بيساوي فولس، يعني هو ايه؟ هو الطبيعي بتاعه ان هو نوت نمبر اونلي، يعني يقبل اي حاجه. فانا هشوف بقى لو النمبر اونلي ده هو بعته بترو، هخليه له يقبل ارقام فقط بس. ادي الفكره كلها، فهمني اهو، نمبر اونلي بدل ما اعمل واحده ثانيه، نمبر اونلي وبس، خلاص كده هي بفولس. لو بعتها بترو هخلو لك نمبر اون، تمام كده. طيب هو الشغل هيكون على ايه؟ على التي اكس تي ده، صح كده. طيب نيجي هنا كده قبل الباسورد هعمل ايه؟ هقول له اف، لو لقيت النمبر اون اللي بترو هنعمل شغل بقى جوه هنا على التي اكس تي دوت كي داون، كي داون ولا كي بريس، كي داون ولا كي بريس، كي بريس، كي بريس زائد بتساوي ديليجيت. الديليجيت دي هتستقبل اوبجكت ماي سندر كما، وهتستقبل كي بريس ايفنت ارجس ماي اي، وادي الاقواس بتاع الديليجيت، وادي السيمي كولون بتاع الديليجيت. هنا هقول له ايه؟ خلاص بقى الفلتره هتبدا. اف
لو لقيت الماي اي اللي هيتمرر لك. ثواني بس نتشار الاول دوت از ديجيت اللي هو ايه اللي جاي من الماي اي دوت هيت شار. يبقى ايه از ديجيت؟ لا از نوت ديجيت. وصلت الفكره؟ ساعتها هنعمل ايه؟ الماي اي دوت 100 ايكوال ايه ترو سيمي كولون. يبقى كده مش هيقبل غير ارقام فقط في حاله ايه؟ ان هو باعت لك النمبر اونلي بترو. يعني هو مش هيدخل هنا اصلا ولا هيحط الحدث ده خالص الا لما يكون النمبر اونلي بترو. طيب كلام جميل. تعالى بقى نجرب الكلام ده. هات الاف ار ام كاتيجوري اللي احنا كنا شغالين عليها. دبل كليك على الزرار وهنعمل ايه؟ هعمل سترنج كده تمام؟ ولا اعمله انت؟ في كل الحالات واخد بالك؟ مش هتفرق. اعمله انت، اسميه كات ام او، وده بيساوي تولز دوت انبو بوكس. هقول له ايه هنا في الانبو بوكس؟ هقول له ادخل رقم التصنيف. هنا ادخل رقم التصنيف وهنا ادخل رقم التصنيف. في الاثنين ادي كوما، ادخل ايه؟ رقم التصنيف. كوما ونمبر اونلي على ترو بس كده. وادي ايه؟ سيمي كولون. ليه مش قابل؟ لان هو انا بقول له انت وهو بيرجع تقريبا اوبجكت صح؟ لا بيرجع سترنج. طبعا السترنج هنا هتيجي اقول له مش هيرضى الكاست. مش هيرضى ايه؟ بالكاست. خلاص نعمله ايه؟ convert dot to int 32. وادي القوس، وادي ايه؟ القوس بس كده. خلاص. طيب كده انا هستقبله خلاص. تعالى بقى كده نجرب تجربه سريعه. اصل الموضوع بفضل الله بسيط يعني، بس كان لازم نعمل التعديل ده الاول على التولز. لو جبنا قائمه التعديل واخترنا تعديل التصنيفات، هو هنا بيختار عادي اهو، شايف هنا ايه بيختار عادي. لو انت ضغط بحث بالرقم كده، بص ادخل رقم التصنيف، اكتبها لك اهو. ادخل ايه؟ رقم التصنيف. اكتب حروف، بص مش راضي ولا مسافات ولا اي حاجه خالص. لازم ايه؟ لازم يكون ايه؟ ارقام. كده ارقام ماشي ماشي، بس ما بيمسحش. فدي ما تنفعش كده طبعا، هيعمل ايرور لان ايه؟ ما بعتش حاجه. خلاص ادخل كده على الانبوت بوكس لو سمحت. واحنا كده كده بقى بنعدل عليها صح؟ بنعدل عليها وهنكمل شغلنا في الايديت كاتيجوري. فهنا فين؟ شو دايلوج صح كده؟ ريتيرن تكست فروم تي اكس تي، ده يسيبه فاضي لايه؟ طيب بص، انا في حركه عايز اعملها بالنسبه للرقم. في حركه عايز اعملها بالنسبه للرقم قبل ما يعمل ريتيرن. هاجي اقول له ايه؟ اف. لو لقيت التكست اسمه ايه؟ تكست ايه؟ تكست فروم تي اكس تي. تكست فروم تي اكس تي لو لقيته دوت تريم بيساوي فاضي، خلاص هنا في حاجه. يعني انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اظبطه على اساس ايه؟ الشغل بتاعه. طب قبل دي معلش خدها كات كده، مش هعمل انا المعالجه دي الا اذا كان اسمها ايه اللي احنا لسه عاملينها فوق نمبر اونلي. لو نمبر اونلي ساعتها انا محتاج اعمل الكلام ده اهو. لو لقيت ده بفاضي حط فيه صفر. لو لقيت ده بفاضي ثواني بس، هو كان دوت تكست؟ لا مش دوت تكست. لو لقيته بفاضي حط فيه صفر.
ده في انهي حاله يا باشا؟ ده في حاله ان انت مختار نمبر اونلي. كل ده ليه؟ عشان ما يعملش الايرور اللي عمله من شويه. شغل كده تاني معلش. هات قائمة التعديل، هات تعديل التصنيفات، افتح دي كده وهسيبها فاضيه ولا كنسل ولا اعمل اي حاجه، ما عملش ايرور اهو. اه ما عملش ايرور. وصلت الفكره؟ ليه؟ لانه رجع صفر من الاخر. بس حلو كده؟ ماشي. طيب عايزين بس قبل ما ننسى، هات التولز تاني. وانت عمال تقفلها ليه مستعجل؟ استنى اما اشرب شويه شاي عشان ازاي اركز معاك. اتفضلوا اشربوا شاي معايا. بسم الله. فين؟ انبوت بوكس، انبوت بوكس. نمبر اونلي. لو لقيته نوت تشارج اند نوت ديجيت نوت كنترول تشارج دوت از كنترول ماي اي دوت اي تشارج. يعني ايه؟ لو نوت كده اند نوت كده، لا ساعتها ايه؟ وقف. ماشي؟ شغل بقى كده. ادي قائمة التعديل، وادي ايه؟ تعديل التصنيفات. دوس عليها كده، ما بدخلش اي حروف خالص ولا مسافات ولا اي حاجه. دخل ارقام يقبل معاك، امسح يمسح معاك. بس بس كده خلاص. خلاص يبقى احنا كده ظبطنا. شوف بقى اللي انت عملته ده هيريحك في اللي جاي كله بقى، في التعديل اللي جاي كله، اي حاجه فيها انبوت بوكس عامه، سواء رقم او باسورد او تكست عادي. فهنا بقى هنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله، انا عاوز اعرف هو الكلام ده موجود ولا لا في ال. طب خليني مثلا، تعال نجرب، تعال نجرب نقول ايه السي دي اكس. فين هي؟ لا مش السي دي اكس، اسمها ايه؟ الكاتيجوري فور اديت دوت سيت فاليو. سيت فاليو وحط لي ايه؟ الكات ان او اللي هو عمل. هيحصل ايه بقى؟ هو ده اللي احنا هنجربه دلوقتي. شغل ونشرب شويه شاي ونعمل تسجيل الدخول ونروح على قائمة التعديل وندوس تعديل التصنيفات. دوس بقى هنا، عايز رقم 2 جابها وعرضها، خد واخد بالك ليه؟ لان انا برمجت دي مسبقا. دوس رقم 3 جابها وعرضها. دوس رقم 4 جابها وعرضها. اللي احنا عايزين نجربه بقى، لو انا دخلت رقم مش موجود ودوست هيعمل ايه؟ ما عملش حاجه. بص اهو، بس قفل ده، خد بالك. بص شايف؟ يعني انت لو اخترت حاجه من هنا زي الفل معاك، وهنا رحت جاي عامل كده، واحد جاب لك واحد، دوست جاب اثنين جاب لك اثنين، دوست ثلاثه جاب لك ثلاثه. دوس اي رقم مش موجود ودوس انتر، ما عرضش حاجه وقفل ده. ليه؟ عشان لما بقول له لو نوت سيلكتد تلغيها. وصلت الفكره؟ يبقى هو انا ما اعترضش، لما انت اديته فاليو مش موجوده راح هو عمل ايه؟ سكت، عرض ولا حاجه. وصل لانها مش موجوده جواه بقى. وصلت الفكره؟ فديك شايفه بفضل الله الدنيا زي الفل. تقف هنا تبحث، ماشي، تكتب كود، ماشي. وصلت الفكرة؟ بس فكده بفضل الله، يعني عرض شاشة تعديل التصنيفات لغاية دلوقتي زي الفل. ما فاضلش غير ايه؟ ما فاضلش غير حفظ. هو حفظ اللي هيعمل عملية التعديل فيما بعد بإذن الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.